انفجارات تجري في الداخل الإيراني بشكل غامض بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الإيراني. هل تعتقد الاستمرار بمثل هذه الانفجارات بغض النظر عن الطرف الذي يقوم بهذه الانفجارات، هل تعتقد أنه ممكن فعلا أن يكون استراتيجية مؤثرة على الاقتصاد الإيراني في الداخل؟ I think well thanks for having me. أولا شكرا لاستضافتي. I think that أعتقد you're going to probably see an بأنك سترى تكثيفا لمثل هذه الأنشطة مثل هذه الانفجارات عن طريق مجموعات داخلية. كلما أصبحت إيران أكثر قدرة على أن تؤثر على قدراتها النووية وكذلك قدراتها الصاروخية، فحقيقة أن هذه الشركات يملكها الفيلق الحرس الجمهوري في إيران يجعلها في ذهن المعارضة وفي ذهن إسرائيل أيضا عبارة عن هدف، وطالما أنها أيضا تؤثر على الشعب العام لأن هذه الهجمات على بضائع يستخدمها المستهلكون، فمن ثم ستخلق شيئا من السخط ومزيد من السخط، ولكنه لن يكون موجها إلى الحكومة وإنما سيكون موجه للمعارضة والتي تصعب الحياة أكثر مما هي صعبة بالفعل بالنسبة لعامة الشعب. فإذا هذه هي النقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا قد يكون له أثر سلبي من حيث أن يكون هناك دعم شعبي ضد الحكومة، إنما أعتقد بأنه بإمكان هذه الحوادث أيضا وتكثيف هذه الحوادث الذي من المتوقع أن يتواصل كلما اقتربت إيران أكثر من تحقيق التقدم النووي بالإضافة إلى هذا الصاروخ صاروخ فتاح الجديد وهو صاروخ غير معتاد. هذا أمر لم يكن معروفا على الملأ بشكل مسبق، فأعتقد بأن هذا سيخلق بيئة أكثر توترا من السابق، لأن إسرائيل لا زالت تخطط لتفجير هذه الأهداف كلما اقتربت إيران من تحقيق نسبة 90% وهو النسبة التي تستخدم للأسلحة، هذه النسبة من تخصيب اليورانيوم.